في الموضوع. تفضل. تحية للناس اللي مستمعين، وكنطالبوا من مدير ولا منشي ديال مؤسسة باش يتخذ قرار لهاد الناس اللي واقفين كاملين، راه مخلين ديورهم، مخلين ماكلتهم، مخلين ولادهم باقيين صغار وجايين يحضروا باش يدير معاهم شي حاجة في شهر 7. راه بزاف هاد الشيء. الوقفة الاحتجاجية ديال اش؟ ديال الخلاص ديال شهر 7. الناس مبغاش تخلص شهر 7، هو كيقول لهم خلصوا وما قارين فيه ما والو، أجل لهم الامتحانات 3 شهر بزاف باش يخلصوا. هادشي راه بزاف. شي ولد كيقرا هنا؟ كاين ولد اختي صغير كيقرا في هاد المؤسسة، عندي الحق ندوي عليه. أنت اللي مسؤول عليه؟ أنا اللي مسؤول عليه، عندي الحق ندوي عليه، حتى أنا اللي كنصير عليه. وكنتحمل المسؤولية ديال الهضرة ديالي كاملة. الناس هادو كاع كلهم متفقين معاكم على أنهم ما كاينش. هاد الناس كاملين ساكن ما عندهمش باش يخلصوا. كاملين وزيد عليهم هو شهر في العام. راه بزاف هادشي. كنطالبوا منه الحضور أخويا، كنطالبوا منه الحضور. ما جاش نهار اثنين. يجي غدا، يجي بعد غدا، يدير معنا نهار ويحضر حتى هو، راه عنده فين كيدوي المواضيع ديالو، يحضر معنا ويدون مع الناس ويتفاهم معاهم. وهاد المدرسة الوحيدة اللي مدير هادشي كامل في المحمدية، راه 75% في المغرب كامل ما دايرش هاد القانون اللي مديرو هاد السيد بلا داك الأسماء. واش فاهم؟ واخا بالنسبة لكم انتوما من غير الطلب ديال ديال سميتو ديال عدم أداء شهر 7، كاين حتى القضية ديال الامتحانات حتى 30 شهر 7. وراه دايرة بحال موكا باش يتخلص في هاد الشهر اللي جاي، ولاش دايرة هادشي كامل باش يتخلص في هاد الشهر؟ حيت كون كاع ما كانوا امتحانات ما غيتخلصش في هاد الشهر، هو هادشي كامل دايرو باش يتخلص في هاد الشهر، باش يضيع هاد الناس كاملين مساكن في هاد الشهر ديالو. واش فهمتي؟ هو يدبر على راسو وهاد الناس كاملين يرزيهم. ها هو دا الخدام في تريبورتور مسخسخ نهار كامل وكيس فاء دلع، حتى هو ما مصور والو، خوك كيقرا هنايا واش هذا غيخلص الخوة الشر؟ راه ما عندوش. كنطالبوا منك المسؤول على هاد المؤسسة تحضر وتدوي مع الناس كاملين، دير معاهم اجتماع وتحلوا الأمور بسلمية. ولا بغيتيش تحلها بسلمية راه كاين عدة طرق باش نتفاهموا معاك. كتبقاو نتوما دائما كليان ديالو دائما. وراه كلها راه من صغر خويا الصغير من صغره وكيقرا تما. هذا هو خو صغير من صغره وكيقرا تما. هاد الناس راهم ولادهم من الصغار. شنو هو المستوى ديال ولدك؟ كيقرا في خامس ابتدائي. خامس ابتدائي العام الجاي حتى هو غيتقولب. من صغره هو هنا. راه كاع درمك ناس كاع الدروب القراب كيجيو كيقراو ولادهم من ناحيه قريبه ليهم ومعرفه قديم معانا. اما هاد الايامات خويا حتى هو اللي كيدير هاد الغش اللي كيديروا الناس الاخرين بلا ما نذكروا في اسماء. الغش اللي كيديروا الاخرين كملوا هذا مول المؤسسه. الطلبات ديالكم؟ الطلبات ديالنا يدير معنا شي نهار نتلاقاو فيه ونحلوا هذا المشكل اللي داروا لنا هو. علاش المدير ديال المؤسسه ما كيدير معكم؟ المدير ديال المؤسسه ما كيدويش، ما كيخرجش، ما دواش مع الناس. دابا 3 ايام ما دواش معاهم، السبت والحد راه كان الناس ما جاوش، ما دواش معاهم الجمعه والخميس. واليوم الاثنين، الناس راه باغا تعيط، الناس راه باغا تقضي شغلها. كاين باقي ما غاسلش الماعن ديال الصباح، باقي ما غاسلهمش لدابا. يجيو يديروا معنا شي حل. راه مريح، راه متكي، راه ناعس، يجي يدير معنا شي حل، ناقصوا معاه المواضيع ديال الناس. بغى ما بغاش حر هو في الموضوع. راه كاينين بزاف ديال المدارس، ما كاينينش هاد المدارس، كاينين مدارس فيهم جرادي، فيهم فين يلعبوا الدراري الصغار، فيهم بزاف ديال الحوايج. علاش هنا ما متوفراش؟ هنا ما متوفر والو خويا، تقدر تدخل تضرب معايا دويره وتشوف بعينيك، ما كاين والو. كاين الف وباء وتاء وهادشي اللي كاين، شي حاجه اخرى والو. استفد منا في هاد المدرسه. شكرا لله. هاني اخويا، تسنوا حتى الثانية. الله ينجح لكم ولادكم كامل. غير بهذه المناسبة هذه، يعني كنطلبوا نداء لوزارة التعليم، يعني باش تدخل في هاد القضايا هذه اللي كيطراو المدارس الخصوصية. يعني راه خاص شي قانون يأثرهم، راه ولينا حنا في غابة، راه ما كاينش شي قانون. من ناحية اش قانون؟ لأن كاين القانون ديال نفس قانون الوزارة ديال التربية. لا ما كاينش قوانين. نفس قانون كيخضعوا لا ولكن ما كيطبقش. لا غير بلاتي، غير اش من نوع؟ غير بالنسبة للقوانين، ما كاين الأثمنة، ما كايناش مراقبة في الأثمنة. كاينين قوانين يعني كيداروا هاي القراية سهلة. علاش البيبليك بارك والخصوصي كيقراو؟ علاش؟ علاش العمومي باركين وحنايا طلبوا منا أننا نجيبوا وليداتنا؟ راه ما يمكنش، راه شهر راه ما كافيش باش الوليدات يرتاحوا فيه، شهر 8 راه ما كافيش باش الولد يرتاح فيه. يعني راه ما كاين، راه بالنسبه لهاد المدارس راه خاصهم يراعيو هاد الشيء، راه خاص يراعي هاد الشيء. يعني راه هادي راه كيف ما قلنا حنايا، هادي راه شركه، يعني راه تقدر تزيد لقدام، تقدر ترجع اللور بهاد الناس هادو. يعني راه خاص مراعاه بزاف د الحوايج. هادشي اللي بغيت نقول اخويا. شكرا لك.
تجبرهم.